الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلبة الحادي عشر. سنواصل اليوم مع الجهاز العصبي. طبعا نحن نعرف جميعا أن الجهاز العصبي يتكون من جزئين أساسيين، الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. سنتناول اليوم إن شاء الله الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي كما نرى ينقسم إلى جزئين أو بيتكون من جزئين، الدماغ والحبل الشوكي. نأتي أولا إلى الدماغ. لو نظرنا إلى اللي هو الدماغ والحبل الشوكي في آن واحد، نلاحظ تقريبا يحاط الجزئين بنفس الأغلفة. نتعرف على الأغلفة اللي بتحيط فيها. نأتي للدماغ أولا. الدماغ عندنا هان لو نيجي نبص عليها بنلاقي عندنا طبعا هذا قطاع في اللي هو في الدماغ، عندنا اللي هي المادة البيضاء للداخل طبعا، وعندنا المادة الرمادية هاي للخارج طبعا، هاي اللي هي النسيج اللي هو الدماغ. مين الآن هاي اللي هي الدماغ، مين اللي بيحيط فيها؟ لو نيجي للطبقات اللي بنلاحظ إنها تحيط بالدماغ، بنلاحظ عندنا من الخارج للداخل طبعا. عندنا الآن يا جماعة هان اللي هي الجمجمة من اللي هو الخارج، طبعا هي بتمثل عندنا صندوق، لا اللي هو صندوق حماية أولا اللي هي بالنسبة للجمجمة، على أساس أنها صندوق عظمي فبالتالي بتمثل عندي حماية. إذا عندي هي الجمجمة كطبقة أولى حماية. نيجي للطبقات الداخلية الأغشية، في عندي الغشاء اللي هو الخارجي اللي بيكون ملاصق تقريبا تماما للجمجمة اللي هو نقول عنه الأم الجافية، الأم الجافية. بعد هيك تحت الأم الجافية بيوجد عند الغشاء العنكبوتي، الغشاء العنكبوتي هذا هو غشاء العنكبوتي، هذا بيفصل بين الأم الحنون والأم الجافية، بين يعني الاثنين، بين الاثنين بيقع. وطبعا هان بيوجد عندنا يا جماعة اللي هو في هاي المنطقة، طبعا هو الغشاء العنكبوتي غشاء رقيق بحد ذاته شفاف، مثل فيه اللي هي السائل المخي او العنكبوتي اللي بنقول عنه الغشاء السائل العنكبوتي. تحت هذا الغشاء مين موجود عندي؟ موجود الام الحنون. الام الحنون هي الطبقه بنلاقيها ملاصقه تماما لا اللي هو لنسيج الدماغ، بتكون عباره عن طبقه بيضاء ومنتشره فيها الاوعيه الدمويه. بنلاحظ لما نيجي نعمل اللي هو نفتح مثلا مخ اي مثلا ارنب او عصفور او اي شيء، بنلاحظ فيه شعيرات دمويه بتكون منتشره في هذه الطبقه الرقيقه، الغشاء الرقيق، وهذه هي بتكون عباره عن مين؟ غشاء الام الحنون. الام الحنون، علشان هيك بنقول الام الحنون. ليش؟ لانه مهمتها اللي هو بتوصل الغذاء، واللي هو من خلال هي الشعيرات الدمويه اللي بتكون ملاصقة تماما لمين؟ لنسيج الدماغ. طبعا والغشاء العنكبوتي عندنا هان بتوجد فيه قلنا اللي هو الغشاء اللي بيحمي من الصدمات، على اساس خاصة للأطفال في البداية لما نيجي نقول بداية مشى وكذا بين الفترة والثانية يقع على راسه، فبالتالي هان كوسيلة حماية أيضا لا اللي هو أيضا الأم الجافية الجمجمة. إذا هاي كلياتها بنقدر نقول عنها وسيلة حماية. لو جينا إلى الحبل الشوكي، حبل الشوكي بنفس الترتيب، يعني الأغشية هذا بتحيط بالغشاء بالحبل الشوكي بنفس الترتيب. عندي اللي هو العمود الفقري اللي هي الفقرات، فقرات بتكون لبرا، وبعدين بتيجي الأم اللي هي الجافية. طبعا هان بدأنا باللي هو بالأم الجافية، طبعا الفقرة يا جماعة بدها تكون فوقها اللي هي العظمة، وبعدين عندي الأم الجافية، وبعدين العنكبوتي، وبعدين الأم الحنون. طبعا هان الأم الحنون موضح فيها اللي هي الشعيرات الدموية، هان هو بمثابة الغشاء، نفس الترتيب اللي هان، ولكن احنا بنحكي هان بالنسبة لمين؟ للطبقات. هان بتكون محاطة من الخارج بالفقرة، ومن هان بتكون محاطة من الخارج باللي هو الجمجمة. هاي طبعا بالنسبة لمين؟ للأغشية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي.
طبعا هنا هان يا جماعة بالنسبة للمادة اللي هي البيضة والرمادية، الرمادية احنا قلنا في الدماغ بتكون لبرا، لأنه الآن احنا الترتيب هذا من الداخل للخارج. يعني بصوا عندنا هان، هي عندي هيك يعني داخلين لهيك، عندي المادة الرمادية، المادة البيضاء للداخل، وبعدين الرمادية، وبعد هيك بتيجي عندي الحنون، وبعدين الغشاء العنكبوتي، وبعدين أم الجافية، وبعدين الجمجمة. يعني من الداخل للخارج، ماشيين من الداخل للخارج بهذا الترتيب. لو اجينا عندنا بالنسبه للحبل الشوكي، بده يكون عندنا اللي هو، لو اجينا خلينا نيجي من الخارج للداخل، عندنا الام الجافيه، العنكبوت، الام الحنون، وبعدين مين بيجي عندي هان؟ اللي هو بتيجي عندي للداخل، اللي هي خلينا هان، هيها هان من القطاع العرضي اللي فوق باينه، هيها هان عند الرماديه، هذه الماده الرماديه، هيها هذا، هذه المنطقة الرمادية، وهذه اللي برا عندي اللي هي منطقة مين؟ المنطقة البيضاء، المنطقة البيضاء عكس مين؟ عكس الدماغ. إذا عندنا الآن هان بالنسبة للحبل الشوكي بتكون المادة البيضاء للخارج والمادة الرمادية للداخل. بالنسبة للدماغ كانت المادة البيضاء للداخل والمادة الرمادية للخارج. هاي لو بدنا نيجي نقارن بين وضع المادة الرمادية واللي هو والمادة البيضاء. طبعا المادة البيضاء يا جماعة بتمثل مين هي أساسا؟ الألياف العصبية، الليفة العصبية، يعني المحاور. طب والمادة الرمادية بتمثل مين؟ المادة الرمادية بتمثل أجسام الخلايا، أجسام العصبونات، أو أجسام الخلايا على العموم، أجسام الخلايا، أجسام الخلايا. طيب ليش الألياف بتبرز عندي باللون الأبيض؟ هذا السؤال اكتبوا لي في الكومنت. وليش الرمادية بتبرز عندي باللون الرمادي؟ وليش عندنا الألياف اللي هي المادة البيضاء تبرز بهذا اللون الأبيض؟ طيب نكمل. نيجي نشوف اللي هو الدماغ. الدماغ طبعا الدماغ لاقة بتتكون من المخ والمخيخ وجذع الدماغ والدماغ البيني. وطبعا هان كل واحد إلها وظيفة. اللي هو بالدماغ لو نيجي نبص عليه نيجي نقول بتكون عندي من طبقتين اللي حكينا عنهم قبل شوي، الطبقة البيضاء للداخل والطبقة الرمادية للخارج. وهي طبعا المادة الرمادية بتنقسم طبعا حسب، بنسمي الأجزاء هذه تبعتها حسب اللي هو تسمية العظام، عظام الجمجمة بسموها باسمها، الجبهة والصدغ والجدار والقفقوم. عندنا طبعا الرمادية المراكز اللي بتوجد فيها، هنعرف بعد شوي شو الموجود المراكز اللي فيها وشو أهمية كل منها. المخيخ أيضا هنتعرف، بمعنى هان نقدر نقول هاي كانت بتمثل عندي مين؟ بتمثل اللي هو كل الدماغ بالموجز. نيجي لا اللي هو الدماغ نتعرف جزء جزء. عندنا هان يا جماعة طبعا هذا مقطع طولي في الدماغ، لو نيجي نبص عليه عندي هان اللي هو المخ اللون الأصفر هذا. طبعا هذا منظر طولي للدماغ بس من ناحية جانب، من ناحية جانبية. عندنا هان اللي هو المخيخ، طبعا المخيخ بيكون أسفل اللي هو المخ. عندنا اللي هو هان موجودة عندي اللي هو الدماغ البيني، بتمثل عندي في المهاد وتحت المهاد، عندي هذا المهاد وهذه تحت المهاد. عندي طبعا الزرقاء هاي اللي تحتيها اللي هي هذا باعتبارها اللي هي الغدة النخامية، لأنها بتلزمنا هذا الغدة النخامية، هذه النخامية، هذا الغدة النخامية. عندنا اللي هو بعد هيك اللي هو جذع الدماغ، عندي القنطرة والنخاع اللي هو المستطيل. هان بالنسبة لمين؟ لا اللي هو جذع الدماغ. طبعا عندنا المتوسط
اللي هو الدماغ المتوسط، بس مش موجود، مش مبين عندنا هان بالرسم، برسم ثاني بنشوفه. عندنا نيجي لا اللي هو للمخ. المخ عندنا هان يا جماعة لو نيجي نبص عليه بنلاقي انه بيتكون من نصفين، هاي نصف ايمن ونصف ايسر. عندنا الان هذا المخ بيصل هاي المنطقة، شايفين المنطقة هذه اللي بينهم، هذه باعتبارها بنقول عنها المنطقة ايش، الجسر الجاسع. الجسر الجاسع هذا المنطقة عبارة عن نسيج، طبعا هذا النسيج بيربط نصفي الدماغ مع بعض، نصف يعني نصفي المخ قصدي. اذا عندي هان هذا بنقول عنها الجسر الجاسع اللي هو بيربط نصفي المخ مع بعضهما البعض. طبعا لو نيجي نبص على اللي هو المخ بنلاقي عبارة عن كروي، يعني نصف كروي ونصف كروي، نصفين كرويين. عندي الآن هان لو نيجي نبص عليه بنلاحظ فيه تلفيف كثيرة، هذه الثنايات الموجودة فيها، طبعا هذا بتزيد مساحة السطح تبعت اللي هو المخ. عندنا هان يا جماعة اللي هو أيضا تقريبا عندنا الآن بنيجي بنقول المنطقة هذه الظاهرة عندنا اللي أنتم شايفينها اللي حكينا عنها قبل شوي، اللي هي طبقة القشرة أو اللي هي المنطقة الرمادية اللي هي بتظهر عندي على السطح. لكن لو جبنا دبوسه واخذنا بالطبقه هاي دخلنا لشوي حتطلع عندي طبقه البيضاء اللي هي حكينا عنها اللي هي الالياف العصبيه. عندنا الان هان في موجود على هاي اللي هي النصفين الكرويين مراكز، يعني من الرسم الامامكم هان موجود عندنا اللي هو مثلا هاي اليد اللي هو على اساس انه هذا المكان لمين، لا اللي هو للكتابة. هاي رسمين لكم يد بقلم هان، معناته هذا المركز لا اللي هو للكتابة، المنطقة هذه المنطقة مسؤولة عن الكتابة، المنطقة هذه مسؤولة عن النطق، المنطقة هذه مسؤولة عن السمع. للأذن اليمنى طبعا هان عندي جانب أيسر وهان جانب أيمن، ولكن يا جماعة بصير إيش نحكي حاجة اسمها نقول عنها تصالب المعلومات، يعني الآن الجانب الأيمن الجانب الأيسر هذا الشغل تبعه لمين بده يتجه؟ بده يتجه للجانب الأيمن من الجسم، والأيسر هذا بده يكون مسؤول عن الجانب الأيمن من الجانب الأيمن هذا بده يكون مسؤول عن الجانب الأيسر، والجانب الأيسر بده يكون مسؤول عن الجانب الأيمن، يعني بالعكس. هان عندي هان مركز للتفكير، الرياضة أو القضايا أو ما إلى ذلك، يعني كل جزء في هذا المكان، هان عندي للتحليل الجزء المكاني والزماني، مثلاً يعني رحت أنت زرت مكان من سنتين ثلاثة، هل بعد هذا الفترة لو رجعت بتتذكري من وين مريتي، إيش الطرق اللي سلكتيها؟ إذاً عندي هان تحليل المكان وتحليل الزمان، إدراكك للزمن، وقت الصباح، وقت الزمان، وقت ضوء اللي هو الشمس الشاد بتاع الشمس اللي هو وقت القيلولة، وقت الصباح، وقت المساء. إذا هاي كلياتها إدراكها وتحليلها لها مكانها هان. فهذا عندنا الآن بنيجي بنقول في الدماغ في عندنا اللي هي المراكز المختلفة لا اللي هو لإدراك الأشياء المختلفة. طبعا عندنا هان يا جماعة بالنسبة للمراكز هاي مثلا لو نيجي لللمس، يعني الآن احنا بنقول في عندي مراكز حسية ومراكز حركية ومراكز اللي هي تنظيمية، يعني الآن اللي هو مثلا الإحساس البرودة حرارة كذا زي هيك، في مراكز إلها موجودة هنا. عندنا موجودة لا اللي هو للسمع، مركز السمع اللي حكينا عنه بيسمع، هذا مركز للسمع، مركز للبصر عندي هان مركز للبصر. إذا عندي هان يا جماعة المراكز الحسية، يعني الحواس الخمسة اللي بنحكي عنها. عندنا هان اللي هي المراكز الحركية، يعني على أساس تعطي الإشارة لمين؟ للعضلات اللي هي الهيكلية، مين يتحرك؟ لما تيجي الإشارة، طبعاً تبديل حسي وبعدين تصير عندي حركة. المراكز الإدراكية تنظيمها اللي هو التفكير. ربط المعلومات مع بعضيها، تحليلها، النتائج،
هذه كلياتها لمين؟ مراكز التفكير، سواء كانت رياضية أو تفكير منطقي. طبعاً هان لو نيجي طبعاً تقسيم الصدغي والهان هذا حسب اللي هو يا جماعة لما نيجي نقسم الدماغ كاملة أو المخ حسب اللي هو وين، حسب الجمجمة، العظام الجمجمة يعني من ناحية الجانبين أو الأمامي الصدغ أو القفو من الخلف. عندنا نيجي اللي هو للدماغ البيني. الدماغ البيني يتكون عندي من جزئين أساسيين اللي هو المهاد وتحت المهاد. إذا عندي هان المهاد وتحت تحت المهاد، طبعا هان عندي مش مبينة لأنها بدها تكون تحتيها، وهان الرسم بس بارزة عندي المهاد من السطح من ناحية جنبية للجزء الأمامي. عندنا الآن هان طبعا المهاد يا جماعة الوظيفة الأساسية إلها، طبعا عندي المهاد بتكون من جزئين، جانب أيمن وجانب أيسر، جانبين من جزئين. طبعا هذا زي ما حكينا قبل شوي لما شفنا بالصورة كان بيقع تحت المخ. طبعا هان بيجمع عنا كله، بيعمل على اللي هو تنظيم اللي هو السيالات كلياتها اللي بتيجي من مين؟ من أعضاء الحس. لكن مين اللي بيستثنى من هذا العملية؟ يعني هذا بيقوم بتنظيم كل اللي هي الإشارات العصبية اللي بتيجي من الحواس ما عدا مين؟ ما عدا الشم. طيب ليه؟ ليه الشم خارج الاستثناء؟ اكتبوا في الكومنت تحت ليه؟ طيب تحت المهاد، تحت المهاد بيتصل مع مين؟ مع الغدة النخامية اللي أشرت إليها سابقا في الشريحة اللي قبل. هاي بيتصل معاها، ولأنه له شغل بشغل الهرمونات حنعرفها لاحقا. والتوازن أيضا. طيب عندنا هان لو نيجي نقول بشكل عام لا اللي هو للدماغ البيني، طبعا قلنا بينظم البيئة الداخلية للجسم، يعني اللي هو بينظم عندنا اللي هو الإحساس والشعور بالجوع بالعطش، اللي هو التوازن الماء درجة الحرارة بالجسم. عندنا أيضا يعني بنقدر نقول بيشتغل بينظم عمل اللي هو جذع الدماغ اللي هو اللي بيتحكم في عمليات اللي هو التنفس وضغط الدم واللي هو نبضات القلب. طبعا هو طالما بيقع تحت المخ وبيقع أسفل منه جذع الدماغ، معناته بنقدر نقول عنه هو حلقة وصل بين المخ وبين مين؟ وبين جذع الدماغ. نيجي اللي هو الدماغ أو جذع الدماغ، خلينا ناخذ جذع الدماغ بالمرة بهاي. جذع الدماغ لو نيجي نبص عليه نلاحظ بيتكون عندي من اللي هو الدماغ المتوسط، الدماغ المتوسط، هاي الدماغ المتوسط. طبعا الدماغ المتوسط بيتكون من أجزاء يا جماعة. عندنا اللي هو بعدين بتيجي عندي القنطرة، وبعدين بيجي عندي اللي هو النخاع المستطيل. الدماغ المتوسط يا ترى شو مهمته؟ هان تقريبا بتتم فيه معالجات او اللي هي المعلومات البصريه والسمعيه، يعني بنقدر نقول مسؤول عن اللي هو الفعل المنعكس الدماغي، الفعل المنعكس الدماغي، المنعكس الدماغي. يعني في عندنا لانه عندنا في كمان فعل منعكس هذاك المسؤول عنه مين؟ اللي هو الحبل الشوكي. لكن عندي فعل منعكس دماغي المسؤول مين عنه؟ الدماغ المتوسط. بمعنى مثلا لو شخص نادى على شخص آخر هو أدرك الصوت، ولكن بإمكانه يلتفت لهذا الشخص، أدرك الصوت فممكن يلتفت لهذا الشخص حتى يستجيب له أو لا. فهان بنقدر نقول عنها فعل منعكس ايش؟ دماغي، بمعنى انه يعني فكر في المعلومه حللها ثم استجاب. لكن عندنا في الفعل المنعكس الشوكي
ما بتتم هذه العملية، مجرد انه بس يحدث المؤثر او الفعل مباشر بيستجيب، يعني ما بتتم معالجة للمعلومات مثل اللي هو الفعل المنعكس الدماغي. نيجي للي هو مين؟ القنطرة. القنطرة لو نيجي نبص عليها يا جماعة نقدر نقول بتتحكم عنا في شغلتين، اللي هي القنطرة بدها اللي هو بتتحكم عندي في التنفس من حيث تركيز الأكسجين، تركيز الأكسجين، وأيضا بتتحكم عندي في البي اتش في الجسم اللي هو الرقم الهيدروجيني، الرقم الهيدروجيني. يعني هل مثلا البي اتش للدم في الجسم أو سوائل الجسم حوالين 7.2 ولا أكثر ولا أقل، وبتبدأ تدي إشارة عشان يبدأ اللي هو التنظيم، هاي اللي هي البي اتش. إذا هاي عندي بالنسبة لمين؟ لا اللي هو البي. إذا تتحكم عندي في معدل اللي هو التنفس واللي هو عمقه، تركيز الأكسجين، واللي هو المحافظة على الرقم الهيدروجين. طيب عندنا الآن نيجي للي هو النخاع المستطيل. النخاع المستطيل، النخاع المستطيل هان إيش بيحتوي؟ بيحتوي على المراكز اللي بدها تتحكم في مين؟ بتتحكم في نبض القلب، نبض القلب والتنفس، ومين؟ وانقباض العضلات الملساء، عضلات الملساء. طيب إذا عندي هان طالما بتحكم في العضلات الملساء، وإحنا بنعرف إنه العضلات الملساء إرادية ولا لا إرادية؟ طبعا لا إرادية. طيب وبناء عليه كل العمليات اللي هي المنعكسة، زي مثلا عندنا السعال والعطس والبلع والتقيؤ، هذا ما بنتحكم فيها. إذا مركزها وين موجود؟ موجود في اللي هو في النخاع المستطيل. إذا كل هاي الشغلات مركزها موجود في مين؟ في النخاع المستطيل. طيب نيجي للي هو نيجي للمخيخ. المخيخ يا جماعة طبعا هان ألف، وعندي هان باء. ألف من الناحية الظهرية الصورة مخوذة للمخيخ، وهان قطاع عرضي من الناحية الجانبية. طيب نيجي نبص على المخيخ. المخيخ لو نيجي نبص عليه بنلاقيه بتكون عندي من 3 فصوص. هاي الفص الخلفي، هاد هاي الحدود تبعته، بعدين عندي الفص الأمامي، طبعا على الجهتين يا جماعة، نفس هان على الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وعندي الفص الدودي. هذا الفص الدودي، الفص الدودي هذا الجزء هو اللي بيربط هذا الجانب مع هذا الجانب. لو نيجي ناخذ قطاع اللي هو عرضي من ناحية الجانب، طبعا هاي مخوذة، بنلاحظ شكل اللي هو المخيخ يشبه الشجرة، يعني زي تفرع الشجر، يطلق عليه ضمنا أو مجازا اللي هو شجرة الحياة. يعني لو نيجي نبص عليه يا جماعة، المخيخ بنلاقيه من حيث كبر الحجم بالدماغ بنلاقيه ثاني واحد، أول إشي اللي هو المخ، بعدين هو ثاني واحد من حيث الحجم. طبعا هان هو بيعالج مين؟ أي معلومات اللي بتختص مين؟ اللي بتختص اللي هي المعلومات الحسية اللي بتيجي من مين؟ من الأذن، من الأذن الداخلية، من الأذن الداخلية. وعندنا أيضا بتحكم في المعلومات البصرية والسمعية، البصرية والسمعية، المعلومات البصرية واللمسية. اللمس، اللمسية وليست السمعية، البصرية واللمسية، طبعا المعلومات اللي بتأتي من الأذن اللي هي داخلية.
طبعا هان يا جماعة أيضا والصفة الأساسية له اللي هي الحفاظ على الاتزان العام للجسم، الاتزان العام للجسم. علشان هيك أي ضربة مثلا، لأنه هو يا جماعة بيقع تقريبا في قاع الجمجمة، يعني في منطقة ارتباط اللي هو الجمجمة مع العنق. علشان أي ضربة مثلا بياخدها الإنسان على منطقة هاي المنطقة اللي بين الرقبة اللي هو العنق وبين الجمجمة، إذا كانت الضربة قوية ممكن تؤدي إلى الوفاة، لأنه عندنا اللي هو قرب اللي هو النخاع المستطيل، لأنه المخيخ بيقع على جهة والنخاع المستطيل، يعني بصوا هاي اللي هو المخيخ هي وتحته منه اللي هي امتداد على طول من تحته اللي هو النخاع المستطيل. فعندي الآن هان إذا تعرض لضربة، أجت الضربة هاي بالمخيخ، ممكن الإنسان هذا يفقد اتزانه، وإذا كانت قوية ممكن تؤدي للوفاة. إذا عندي هان الضربة كانت أجت من ناحية اللي هو النخاع المستطيل، ممكن أيضا نفس القصة، ممكن تؤدي إلى إنه إذا كانت الضربة ضعيفة أو يعني ها شوي، ممكن يصاب الإنسان بالإغماء وممكن يقع على الأرض ويدخل في غيبوبة. ولكن إذا كانت قوية ممكن تؤدي للوفاة. ليه؟ لأنه أساسا لما ياخذ ضربة معناته انضرب عنده مركز التنفس اللي حكينا عنه قبل شوي، ومركز ضربات القلب اللي هو للقلب، فبالتالي بيوقف انه يصل له اكسجين، بيوقف انه يصل له اللي هو ضخ للدم، فبالتالي اذا كانت الضربه قويه ممكن تؤدي الى اللي هي الوفاه. إيه عندنا هاي بالنسبه لمين؟ لا اللي هو للمخيخ و النخاع المستطيل، لانهم تقريبا بيكونوا على نفس المحاذاه من نفس المنطقه. يجي لا اللي هو لا هاي طبعا الان بالنسبه لمين يا جماعه؟ بالنسبه للدماغ. نيجي الان للحبل الشوكي، لانه اساسا احنا قلنا الجهاز العصبي المركزي دماغ وحبل شوكي. الحبل الشوكي لو نيجي له هان طبعا الفقرات، يعني هاي عندي مثلا راس اللي هو راس الانسان، بعدين بيجي عندي العنق. العنق طبعا هاي عندي الفقرات العنقيه، هاي لونها اصفر الفقرات العنقيه هذا، وبعدين الفقرات اللي هي الظهريه هان، وبعدين بتيجي عندي اللي هي العجزية، وبعدين بيجي عندي شو بنقول عنها العجزية، وبعدين بيجي عندي هذا القطنية وهذا العجزية، هذا القطنية وهذا عجزية، وهذا المنقول عنها الظهرية أو تبعت اللي هي الصدر والظهر، ما هي نفسها. وعندي هان العصعصية، هذا اللي بتهمنا في الأمر، مالناش في الهذا عصعصية. بصوا معايا الآن الفقرات هذه يا جماعة جواتها بيكون مين؟ الحبل الشوكي، لأنه إحنا الآن قلنا الحبل الشوكي بينحمى من الداخل من الخارج بالفقرات. الآن هان يعني هي الحبل الشوكي، الحبل الشوكي يا جماعة بيكون داخل طبعا امتداد من النخاع المستطيل، يعني النخاع المستطيل بيجي وبيمتد مين مع الحبل الشوكي، بضل ماشي 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 لعندها الحبل الشوكي، ماشي امتداد من النخاع المستطيل لعند مين؟ لعند العجزية، لعند العجزية، لعند هذا. ماشي، يعني هذا الحبل الشوكي لو نيجي نبص عليه، طبعا المناطق تبعته هذه بسموها باسم الفقرات، نفس هذا هي، وحتى مدينها نفس اللون هي. فبالتالي عندي هان يعني الحبل الشوكي بيوجد داخل الفقرات على طول العمود الفقري، لكن وين بيقف طوله؟ بيقف لعند العجزية، ما بيدخل في العصعصية، لأن العصعصية فقرات مدمغة مع بعض يعني كقطعة واحدة، فلو دخل فيها حيصير في ضغط عليه وممكن تؤدي إلى أنه يتشوه أو شلل عند الإنسان. ولكن سبحان الخالق، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فبالتالي لأن الفقرات احنا بنلاحظ يا جماعة في فراغ فيها بين الفقرة والثانية، فبالتالي في مدى، يعني في
حركة، يعني ما بيصير ضغط على، عشان هيك لما يصير في إنها الفقرة تزوغ عن مكانها، يعني ما بتضل في مكانها، تنحرف، بمعنى تنحرف من المكان تبعها. فهن بقول اللي هو صار عند الإنسان غضروف. شو يعني غضروف؟ يعني الفقرات إحنا بنعرف إنها موجودة أو مستندة على غضاريف بين فقرة والتانية، فبالتالي لما تتحرك الفقرة عن مكانها بواسطة هذا الغضروف ممكن يصير ضغط على الحبل الشوكي، ومن هنا بينشأ الألم، وإذا كانت قوية ممكن تؤدي للشلل عند الإنسان، صعوبة جدا في المشي أو حسب. فبالتالي هان عندنا بنيجي بنقول إنه الحبل الشوكي بيوجد على طول العمود الفقري، لكن لعند مين؟ لعند الفقرات العجزية بس، بكون في داخلها، داخل أما العصوصية لا. تقريبا طول الحبل الشوكي تقريبا من 42 ل 45 سم، سمكه يا جماعة تقريبا بسمك قلم الرصاص، قلم الرصاص اللي بتكتبوا فيه، مش تبع الاسنان، القلم الثاني اللي بتبروه بري هذا. اذا عندي هان بالنسبة لمين؟ لا، اللي هو للحبل الشوكي. طبعا عندنا هان يا جماعة وظيفته بياخد عنا اللي هو نقل المعلومات من مين؟ من الدماغ ومن سائر الجسم، وبيودي للطرفين، يعني بياخد من الدماغ وبيوصل لمين؟ لأعضاء الجسم، وبياخد من أعضاء الجسم وبيودي لمين؟ لا اللي هو لا المركز، لكن ما عدا مين؟ منطقة الرأس، لأنه الرأس مين المسؤول عنها؟ المسؤول عنها الدماغ. طبعا عندنا الشغل الأساسي له هو بيمثل مين؟ شغل اللي هو الفعل المنعكس اللي حكينا عنه اللي هو سابقا، يعطيكو العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.